باي طبعا سامبا تشام في مرتين طبعا، ولكن يصمد امام كرات الجيش الوطني. الكره خطيره، التسديده ولكن ضاعت على نادي الجيش الوطني. فراشو في وسط الميدان، الدينامو القلب النابض، الرئه السادسه في وسط الميدان، وناصر وجول، ولكن هدف لضاع على الجيش. المستنده يلعب الكره في وسط الميدان ولكن تقطع وتعود من جديد لتراز اتلتيك. الكره خطيره لتراز الان، تمريره اماميه خطيره والهدف الاول، الهدف الاول ولكن برافع على الدفاع. يتقدم الى صداع مربوره والتمريره الممتازه، الكره للناصر، الهدف الاول للجيش يضيع، الجيش الوطني يضيع وللهدف. الكره كانت خطيره باقدام الناصر، الهدف من ضيع يقبل، من ضيع ينتمي الناصر. التمريره الممتازه باقدام صداع مربوره والتسديده من بعيد، التسديده من بعيد كاد تأتي بالجديد. وسط الميدان يتقدم اليوم يعقوب، الكرة خطيرة الآن لناصر، الناصر والهدف الأول يضيع، الهدف الأول يضيع على نادي جاء أو عفوا نادي الجيش الوطني، الجيش الوطني الهدف الأول جول، لا 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 لا، الهدف الأول ضاع بأقدام صداع مربونة. الكرة عائدة لنادي تراز أتلتيك خطيرة، التسديدة القوية ولكن الحارس موجود، الحارس في وقت المناسب. التمريرة الأمامية الآن لنادي الجيش، الكرة خطيرة، ناصر يسدد والهدف الأول، الهدف الأول يضيع على نادي الجيش، تسديدة ممتازة. والكرة تعود بأقدام فرجو، إذا خلاص كل شيء ينتهي، نادي الجيش ونادي تراز. الشوط الأول 0-0. دخل الجيش الوطني بقوة والسيطرة بالطول والعرض وتضييع كثير من الأهداف والأجوال. في الشوط الثاني هل سيستفيد نادي الجيش من الاهداف الضائعه ويسجل من خلالها ولا اقوال ولا اهداف؟ الكره تعود من جديد نادي الجيش الوطني، ملعوبه خطيره لصداع مربونه، عدى صداع مربونه يدخل، صداع مربونه والهدف الاول، الهدف الاول لا يضيع باقدام صداع مربونه. مساندة يعقوب والتمريره، الكره خطيره لحد والتوزيع، والكره خطيره للجيش، التسديد ولكن ضاعت والهدف الاول، الهدف الاول لنادي الجيش، الهدف الاول يا ساده لنادي الجيش. اذا 1-0 ويسجل اول الاهداف. قلت لكم اذا واصل نادي الجيش في هذا الضغط سيسجل اول الاهداف لا محال. الكوره ممتازه من العيد، العيد احمد سالم العيد يصنع الفرحه الليله، كنا ننتظرها من سيد محمد بونا او من الناصر. الليله ضاغط نادي الجيش، الليله لا يترك النفس. الكولي الحسن الثاني 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 والاماني لنادي الجيش. اذا الجيش يحسم الليله المباراه وينتصر بثنائيه كبيره. الله على المرور من الحسن، التريث، الوقوف، الانتظار، التسديد بدقة عالية في الزاوية الصعبة من مرمى تشام. الثاني لفريق نادي الجيش الوطني، تمريرة أمامية ممتازة، الكرة ممتازة لحدو، حدو الأرضية والثالثة، الثالثة 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 لنادي الجيش. إذا ثلاثية قاتلة، الناصر يكتب النصر بالثلاثية، الناصر يكتب النصر بالثلاثية ويكتسح بثلاثية إكسترا أوردينيرو كيف باسادة كما يقول الإسبانيون. الله على الأرضية الزاحفة الممتازة، وأنها ناصر بالشباك إكسترا أوردينيرو، لكن التغطية دفاعية والهدف، القدف الهدف، القدف والله لا ضاع، ضاع الهدف على نادي تراز أتلتيك. المحارس الممتاز يخرج في وقت المناسب. الكرة خطيرة بأقدام سيد عمر، سيد عمر يسدد والرابع يضيع، الرابع ضاع بأقدام سيد عمر، ليس محظوظ بالتسجيل ولكن قدم مستوى كبير. وفي هذه المباراة القوية جدا، إذا خلاص كل شيء ينتهي، نادي الجيش يكتب الليلة الانتصار أمام نادي تراز أتلتيك بأول